عازمين باش نحققوها، لا سيما كمان كان يعني فقدنا الصدارة في الدورة الأخيرة، فالحمد لله يعني كيف قلت كيف شفتي كيف كنا لما في أرض الميدان كانت واحد روح كثر، كانت واحد العزيمة باش نرجعوا بثلاث بوان. مبروك علينا ومبروك على جميع المكونات النادي، ونتمنى ان شاء الله نكملوا في هذا المسار ديالنا شي ايجابي ان شاء الله. شنو هذا ديال الفريق هذا الموسم يعني؟ والله كتلعب فريق من حجم نادي الوداد، فهو دائما كيلعب على الالقاب، كيلعب المراتب الاولى، فهذا هو الهدف ديال الفريق، هو ان شاء الله ننافسوا على جميع البطولات اللي غنلعبوا فيهم ان شاء الله. بالنسبه للقراءة الجمهور، غياب الجمهور، وكاين تاثير كبير لا سيما على اللاعبين لا الملاعب لا، فكنتمنوا ان شاء الله يلتزموا زعما بالروح الرياضيه وانضباط اكثر باش نبقاو ديما نشوفوا ونبقاو يزينوا دائما الملاعب ويعطيونا واحد السوتيه ويعطيونا واحد الحافز في الملاعب المغربيه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لكم. ماتش الحمد لله على هاد لا فيكتوار تاعنا، ومقابله كانت شويه صعيبه بارابور لادفيرسير اللي راهي يفوت معاناه، وين حنا ثاني بشويه لافاتيك شاك 3 جو الماتش، مي عرفنا كنجيرو لي بيريود كاع تاع الماتش وين فات على خير الحمد لله ربي. بالنسبه للتيران الخاوي بلا جمهور كي جاكم؟ ما كانش كاع طعم كيما هكا، كاع حنا ولا اير ميم بلا لي سيبورتير ما تقدش تلعب، مي كي تكون بيان كونسونطري وكاع هذاك هو الصح 3 بوان.